عجبني في الإجابات إن في شفافية، هو ده اللي إحنا طالبينه يعني. نبدأ كده مع حضراتكم ونشوف الإجابات المحترمة كانت إيه مع أحمد شاكر. أول حد يقول صباح الفل والياسمين، أنا الحمد لله مواظب على الرياضة بس في الفترة الأخيرة عشان طبعاً بالجيش بقضيها على فترات، وان شاء الله التسعة اهلي ان شاء الله خالص تحياتي. طيب برضو الاعتراف كويس بس عشان هو غصب عنه برضو هنا ليه عذره. سعد محمد بيقول صباح الفل على اجمل مذيعين ودايما منورين قناه النادي الاهلي، بنشكرك يا استاذ سعد. انا عن نفسي مش مواظب قوي، مش بروح الجيم، مش بروح غير الجيم حوالي 3 ايام في الاسبوع. طب ما ماشي الحال يعني. لا هو 3 ايام في الاسبوع على فكره ده كويس جدا طبعا، يعني المعدل الطبيعي من 3 ل 4 ايام في الاسبوع. الناس بتروح كل يوم ده اللي مش عارفينه لو مش فاهمينه، دول بيبقوا الرياضيين اكتر يعني. جرجس امجد صباح الخير، انا بمارس الرياضه كل يوم سبت وثلاث ساعتين كل يوم من الايام دي. كويس ان في برضه جدول حد ماشي عليه. اشرف حسين صباح الهنا والسعاده عليك يا كريم انت ونهواندو. عن نفسي انا مواظب على رياضه المشي كل يوم، وان شاء الله الاهلي بطل افريقيا 2020، ربنا يسمع منك. المشي كويس جدا على فكره. يعني في متخصصين يقولوا لك مش مهم تروح الجيم بس امشي، المشي ده فيه فوائد كتيره جدا وبيخسس بشكل كبير، بس لو كان من 30 ل 45 دقيقه في اليوم يعني اعتقد ده برضو يغنينا بشكل كبير عن ممارسه او يعني ان احنا نروح الجيم. معاذ حمدي بيقول صباح الخيرات والمسرات والبركات عليك يا كريم انت ونهوان، بصراحه برنامج رائع جدا جدا، احنا بشكرك جدا اكيد انا وكريم. وبخصوص الرياضه نعم مواظب عليها ولا غنى لاي شخص عنها، انا بحب جدا الجري وممكن بعض الرياضات الاخرى 20 دقيقه في اليوم لازم امارس فيها رياضه. طب زودهم 10 دقائق كمان يعني اقفل 30. احمد دياب صباح الفل عليكم، والله انا بمارس رياضه كل يوم جمعه عندما اذهب للعب مع اصدقائي كره القدم، وختم باهلاوي وافتخر. وفتحي سقراط بيقول الحمد لله انا مواظب على لعب الكوره كل اسبوع على الاقل يوم واحد بقالي اكتر من 4 سنين، والحمد لله انا كان وزني 65 كيلو قبل ما اواظب على الرياضه، ودلوقتي ربنا كرمني وبقيت 76 ومش عارف اخس من ساعتها. ايه ده ازاي هي تخن؟ مش عارف الحقيقه، المفروض العكس، المنطق يقول العكس. 65 بقى 76 لا اكيد بتاكل بقى يعني، اصل في ناس برضو بتعمل ايه؟ تروح الجيم تقول لك انا رحت الجيم، يبتدوا ياكلوا بشكل بقى يعني مبالغ فيه، فده صحيح. كانك ما عملتش اي حاجه، بالعكس انت ضريت نفسك اكتر. طيب عندنا احمد السيد صباح الخير على اجمل برنامج واجمل قناه، بصراحه انا مش منتظم قوي يعني، ما الصراحه مش وحشه. واحمد ناصر بيقول صباح الفل عليك يا نهواند انت وكريم، الحقيقه زمان كنت بمارس الرياضه، كنا بنلعب كوره كتير واوقات كنا بنروح الجيم، بس الحقيقه بعد كده ما بقتش مواظب خالص، وحاليا رجعت اتمشى وانط الحبل عشان اخس. المشي ونط الحبل كويسين جدا جدا برضو يعني، انت كده بتفيد صحتك وفي نفس الوقت بتخس، نط الحبل كمان مفيد جدا. محمد اشرف صباح الفل يا كريم ونهواند، للاسف مقل جدا في ممارسه الرياضه، انت عامل زيي واظن ان الكسل وان مفيش وقت فراغ هو اهم الاسباب. لا انا عندي بقى وقت فراغ لكن مكسله، ده غير ان انا مفيش اماكن كتير متاحه نقدر نمارس فيها الرياضه خاصه للبنات. لا مش مظبوط بقى الكلام ده، في اماكن كتيره جدا. وعلى فكره فكره كمان عايزه اقول لحضراتكم فكره كمان الكورونا جت علينا بفايده، لان انت بقى في بنات كتير بينزلوا يتمشوا والموضوع بقى طبيعي ومحدش كان بيضايقهم، وبالعجل كمان كانوا بيركبوا العجل فمفيش اي حاجه يعني. عمرو سلامه بيقول بصراحه نسينا يوسف صبان. فين؟ انا شخصيا بلعب ساعه واحده في الاسبوع للاسف. عمرو سلامه بيقول بصراحه من ساعه ما خلصت الجيش وبدات حياتي في العمل ما عنديش وقت خالص العب رياضه للاسف، لكن اسلام عبد الله مولع الدنيا رياضه. 3 دقايق؟ 3 دقايق. لا معقوله؟ بقول لك خاربها. يعني ايه 3 دقايق دي؟ طب في اليوم ولا في الاسبوع ولا ايه الوضع؟ مش فارقه كتير، هي 3 دقايق في كل الاحوال. مصطفى الشافعي كل يوم ساعتين والحمد لله، ساعتين برضو كتير على فكره، يعني حسب معلوماتي الرياضيه فظيعه ساعتين. محمود الحلواني تحياتي ليكم، بمارس الرياضه ساعه واحده كل اسبوع، وكابتن مدحت هلالي 10 ساعات في الاسبوع. هيك. طيب عبد الله فيجو انا مولود في ملعب كوره، ما فيش يوم يعدي من غير ملعب. كويس جدا اسلام، والله مش بعمل حاجه غير اني العب كوره وبس. طب وانا مش متاكد قوي من اللي هقوله، بس تقريبا احنا عندنا تقرير معين او فيديو معين لو سالنا فيه، خلينا نروح نشوف صح الكلام ده عشان الوقت مش هنلحق. طيب يا دوب نلحق برضو نشكر بقيه الناس. محمد وحيد بيقول انا كفايه اني بتفرج عليكم كل يوم وان شاء الله التسعه يا اهلي. واحمد محمود بيقول كل يوم ساعه.
طب يمكن محمد قصده ان هو بيتفرج علينا وبيشوف تمرينات كابتن احمد عوض. اكيد قد يكون قد يكون. محمود عاطف، ساعة كل يوم وبريح يوم واحد في الاسبوع للاستثمار في الصحة اهم من اي حاجة تانية، برافو عليك. طبعا. وليد ابراهيم، صباح الخير والفل عليكم، احب اقول ان الرياضة اهم شيء في الحياة لانها بتساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية والصحية. امارس الرياضة تقريبا ساعتين او ثلاثة في اليوم، على فكرة ده كتير قوي، مشي وجري يعني تقريبا 20 ساعة في الاسبوع. عندنا لسه كتير جدا طبعا. ناس بعض او مشاركات كبيره، لكن للاسف وقتنا مع حضراتكم في حلقه النهارده. اقول لك على حاجه، احنا ممكن يعني نكمل بكره الاجابات.